طيب السلام عليكم. نحن حاليا في اخر مرحله من مشروعنا اللي هو كراد سيستم يوزنج جانجو ان اجاكس. بعد ما خلصنا من موضوع الكرييت والريتريف والابديت، حاليا نحن متجهين على اخر مرحله وهي الديليت. خلينا نبدا نشرح في تنفيذه. طيب نمشي على ملف الفيوز. اوكي نبدا نعمل فانكشن عشان تعمل لنا هاندل لموضوع الديليت. طيب نقول بوك ديليت، مر لها تو arguments الريكوست والاي دي، لانه هنعمل جيت للاوبجكت عن طريق الاي دي. طيب حنجي نقول داتا نسندها ل empty dictionary dict. بعد كده حنجي نقول book get object or for for، حنمرر اسم الموديول بتاعنا، حنقول id equal to id. الid الاول هو البرامتر المررناه للفانكشن، الid الثاني هو البرامتر او الحقل الفيلد الموجود جوا البوك بتاعنا. طيب حنجي نقول if request dot method equal to post. اوكي لو request dot method equal to post، حنجي نقول له البوك dot delete اللي هو الاوبجكت اللي اسمه بوك اللي انت عملت له get by id، هو عمل له delete. بعد ما عمل له delete حاجة اقول data وال form underscore is underscore valid. اوكي اللي هو متذكر انه هو ده العمل اللي بيه، نعمل بيه confirm لانه الفورم هل هو valid او لا equal to true. بعد كده حنجي نعمل update للدوم بتاعنا، حنجي نقول books equal to book dot object dot all objects dot all. اوكي بعد كده حاجة اقول data book underscore list equal to render to string. طيب حنجي نمرر اسم ال template بتاعنا اللي هو book list underscore to dot html. بعد كده حنمرر الكونتكست بتاعنا اللي هو books. طيب كده احنا انتهينا من موضوع الابديت لابديت للدوم. طيب else اذا الريكوست مع post، حاجة اقول له الكونتكست بتاعي equal to book اللي هو الاوبجكت اللي عمل له get، مرره ككونتكست، مرره في الكونتكست ده. اوكي بعد كده حاجه اقول له data html form data html form اللي هي دي. اوكي equal to render to string. بعد كده اسم التمبلت بتاعنا اللي هو هيكون book underscore delete dot html. بعد كده الكونتكست بتاعنا، بعد كده هنقول request equal to request. طيب كده خلصنا من موضوع الديليت. هنجي نعمل return لجيسون ريسبونس هتكون جواها الداتا بتاعتنا. اوكي في الحته دي هنا عملنا مررنا البوك فاريبل للتمبلت بتاعنا اللي هو هيكون بوك دوت ديليت عشان يعمل له هاندل ويعمل له ديليت. طيب هنجي لاي واحده من التو بيج ديل الكرييت او الابديت، هنعمل لواحده دوبليكيت عشان ننشئ ديليت بيج بتاعنا. هنقول ديليت. اوكي طيب في الديليت هنجي نعدل على الفورم بتاعنا ديليت، وكمان اليو ار ال بدل ابديت هيكون ديليت، وهنا هنقول بوك اي دي. وعلى ذكر اليو ار ال خلينا نمشي نضيف الديليت فانكشن ل لل يو ار ال مابينج بتاعنا. هقول
ديليت سيف اوس. طيب بعد كده حاجه اقول ديليت بوك، والبودي بتاعنا هيكون عباره عن بي دي كلاس ليد، حاجه اقول له are you sure are you sure you want كإكزامبل مثلا want to delete this book، هنقول strong، واسم البوك بتاعنا هنقول book dot title. طيب هنقول له هنا delete book. طيب عشان ال delete book او البيج دي تظهر معانا هنمشي نعدل على البوك ليست، وهنضيف بوتون للتابل بتاعنا، عمل دوبليكيت للبارت ده. طيب في البداية هنكون delete، وهذه هنا هتكون delete و delete كذلك، وده الورنينج هنقول danger هنا، وهذه هتكون trash اللي هي الايكون بتاعت السلة الخاصة بالديليت. طيب كمان في البوتون هنا هيكون danger. طيب حنين نعمل refresh هنا، شوف اوكي زي ما شايفين هي ديليت ظهرة قدامنا كابيتال دي عشان تكون مميزة. طيب بعد كده هنمشي نعدل على الملف البلوجين دوت جي اس، وهنضيف كمان بارت خاص بالديليت. اوكي انا ما اعتقد هي نفس الابديت، بس هنعمل لها كوبي اند بيست، نقول هنا ديليت و ديليت. اوكي انا اعتقد احنا كده في السليم. طيب هنيجي نعمل ريفريش ونعمل ديليت لاخر واحدة زي ما شايفين ظهر معنا الفور، نعمل ديليت بوك. اوكي زي ما شايفين عندنا مشكلة، هنشوف وين المشكلة. طيب في الكونسول طيب fail to load error. اوكي عندنا مشكلة في الفيوز بتاعتنا، ايوه ما قادر يعمل جيت للتمبلت بتاعنا لانه كتبناه غلط في الابديت، فهو تقريبا عمل ديليت لاخر فيوز عندنا، بس هو ما قدر يلقى التمبلت بتاعنا لانه كنا مسمينه غلط بوك ليست. اوكي فهو بوك ليست اندرسكور 2 زي ما مسمينه هنا. طيب خلينا نعمل ريفرش ونجي نشوف ديليت ديليت، زي ما شايفين عمل ديليت وعمل ابديت للدوم من غير ما يعمل ريفرش. حد هنا اقول لكم شكرا جزيلا، التقوكم ان شاء الله في دورات قادمة، انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.